السلام عليكم، حبيبكم قناتكم من عيش طبيعية. ربي يلقاكم الفيديو ديالي على خير، ودائما دائما كتستمتعوا معنا برحلة التغيير بإذن الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كسكس الذرة نباتي بدون لحوم بمكونات فصل الشتاء. عندنا اللفت، عندنا مكون اللفت اللي وعدة من اللفت الأصفر، يعني مظلوم، غنردو الاعتبار ديالو ان شاء الله عند الاسره وعند الصغار وعند الكبار باذن الله. وغنشوفو كيفاش غنخرجوا البنه ديالو ونخليو المذاق ديالو ان شاء الله يبغيه الصغير والكبير باذن الله. غنبداو بالصلصه على بركه الله. عندي هنايا كما كتلاحظوا غنخليها بالقشر ديالها الا كانت ما مداوياش، الا ما كانتش معرضه للمبيدات الكيماويه، فقط كنغسلوها ونحكوها بالشتاء جيدا وكنخليوها. انتما كتشوفوها هي هذه بحال هكا، يعني واللي كيشريو الخضر يعني فيها المبيدات فقط يغسلوها مزيان بالشتاء ويقشروها جيدا، يعني كخطوه اولى في التغيير بطبيعه الحال. لفت هنايا الاصفر اللي كيسخن في البرد والمذاق ديالو يعني فيه بعض من المروريه، وغنشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نوازنوا الذوق ديالو ونخليوه يدخل في الاطباق ديالنا باذن الله، وخاصه بدون لحم. عندي هنا كميه من البصل، عندي هنا البسباس كذلك كيسخن، دونك عندنا هنايا كميه من البسباس اللي غتعاد لينا. كتعرفوا البسباس حلو غيعاد لنا المذاق ديال اللفت. دي كذلك عندي القرع الاحمر هنا كما كتلاحظوا الشكل ديالو. وعندنا للصلصه عندي بصل هنا مقطع، عندي قرع احمر مبشور، وعندي بطاطس حلوه بطاطا البطاطا حتى هي مبشوره. اللي ما عندوش بطاطا يقدر يدير فقط القرع الاحمر، راه كيجي مزيان. وحنا غنشوفوا هذا الطبق كيفاش غادي نضيفوا له اضافه اخرى، يعني ما يسمى بالتفاية عندنا بالمغرب، يعني البصل والزبيب، ولكن غنشوفوا التركيبه ديالها الصحيحه واللي غنقلوا فيها الضرر باذن الله، وغتكون صحيه وغتتماشى مع هذه الخضر بدون حضور اللحوم. بطبيعه الحال هذا اجباري. للتتبيله عندنا هنايا الحامض المخلل او الليمون المخلل، عندي هنايا القليل من صلصه الحار المخلله نحتاجوها في البرد، وكتعطي داك النكهه جميل. يعني ما كيجيش طبق حار ولكن كيجي منكه، يعني بحال عملنا فيه الابزار ولكن هذا احسن من الابزار. من الثوم المدقوق، عندنا التوابل، عندنا زنجبيل، كركم، خرقوم بلدي، عندنا الكرويه الكرويه، وعندي هنا قليل من شعيرات الزعفران الحر اللي كنعرفوها كتسخن في هذا البرد، غنشوفوا كيفاش غنستعملوها. وعندنا الملح البلدي بطبيعه الحال، وعندنا قليل من القرفه البودرة. بطبيعة الحال ما نساوش زيت الزيتون على بركة الله. نبداو هنا في قدرة هنايا ديال الطين، دائما غنديرو قليل من زيت الزيتون، غنعملو مكونات الصلصة، البصل، القرع الأحمر المبشور، البطاطا، البطاطس الحلوة، نضيف قليل من الماء هنا باش متحرقناش الزيت، هادشي كنديرو بارد في بارد. يلا شعلنا النار، نعملو كمية من التوم الآن ونخليو كمية في الآخر، كمية غنعمل الحامض الليمون المخلل، صلصة الحار، التوابل بعد ما سخنت لنا القدرة مزيان، دونك غنضيفو كلشي ونخليو الزعفران إلى الأخير بعد ما نحطوه فوق من القدرة. غنحطو الخضرة ديالنا، نمرقو نقلي من الماء، غنديرو الخضرة ديالنا، نديرو اللفت أصفر كما شفتو. ضفنا جميع الخضار، يعني اللفت ما كتحتاجش طهي كبير، كلهم هاد المكونات عندهم نفس تقريبا نفس الطهي. اللفت ملي كتكون يعني في الموسم ديالها وما معرضاش للمبيدات الكيماوية، يعني كطيب يعني كتولي بحال الزبدة. يعني غنعملو كلشي في طبقة، كنضيفو القليل من الماء اللي غادي يطيب في الخضرة ديالنا. وما نساوش بأن عندنا هنايا بتاز كسكس ديال الذرة كيطهى هنايا، والذرة كيبغي المرق، والمرق غيكون عندنا هنا بكثرة ولكن غيكون خاتر، يعني مرق عاقد بإذن الله. كنغطيو على الطبق يعني من بعد ما يغلى لنا نخليو على نار مهيلة. والآن غادي نحضرو ما يسمى عندنا بتفاية بالبصلة والزبيب باش نحليو الطبق ديالنا الكسكس اللي فيه اللفت الاصفر. هنا كما كتلاحظوا يعني كميه مهمه ديال البصل قطع هكا شرائح. عندي هنايا غنضيفوا التحليه البطاطا الحلوه
يعني اما هاد اللي كتكون برتقاليه او البيضاء. عندي قليل من الزبده البلديه هنايا، وعندنا هنا الزبيب البلدي اللي بالعظام، هانتوما هو العظم ديالو اللي ما نحيدوش، اللي العظام نخليوه هكا فقط كنغسلوه، ولا بغيتو تنقعوه تقدروا تنقعوه. عندي هنا التوابل، عندي قرفه، كميه مهمه ديال القرفه، عندي الكركم، وغادي نسم كتشوفوا هنايا الهيل المطحون، ها هو هذا هو الهيل، دونك واحد الكميه بسيطه ديال الهيل المطحون كتعطي واحد النكهه خاصه للتحليه ديالنا. كتلاحظوا عندي هنايا مكونات بسيطه بدون سكر بدون عسل، كما كتلاحظوا عندي قدره ديال الطين، غنحطوا الزبده وغنحطوا البصل. هي هاد الكميه كلها راه كتبان مع البطاطا. نضيف كميه من الماء، هنا بارد عندي الماء، مازال كلشي بارد، نغطي عليه. انا غنضيف التوابل ديالنا، الكركم، القرفه، والهيل، وشويه د الملحه. نخليو على نار مهيله. زعفران شعره هكا كيتفرتت، يعني من بعد ما كان فوق من القدره كيجف صافي، وكنخليوه على هكا كيعطينا داك اللون. هنايا الكسكس ديال الذره بداز، نديرو كميه من السمن البلدي، الزبده البلديه المخمره، درت هنا كميه، وغنرافق بصلصه الهريسه او الفلفل الحار وخلاله، نرافقو بها. المقا كتجي خاطرة ما شاء الله. نحركو، ناخدو الخضر، لفت هي، لفت هي كتبقى صاينة، تقوني بواحد الصلصة رائعة، يعني المذاق الطاغي ديال اللفت، يعني كيجي كيكون حاضر ولكن كيكون محلي الاشياء اللي ضفناها. هنا الصلصه ديالنا ديال البصل، هانتوما كتشوفوا الزبيب، وكنغرفوها كتجي معلكه بدون عسل بدون سكر وحلوه. حتى هنا في الوسط نخليوها ياخذها. طبقنا ديال اليوم طبق باللفت، هذه اللفت اللي بما انه فصل الشتاء بدا، اول خضره كنساوها، يعني ما كنخصصوها فقط لتحضيرات معينه، كانت هي اللفت هذه الصفراء اللي ان شاء الله غنردوا لها الاعتبار ديالها، وغندخلوها في مجموعه من التحضيرات، وغنخليوها محبوبه ان شاء الله عند الصغار والكبار باذن الله، ودائما بدون حضور اللحم. طبق نباتي كيجي بنين 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 بنين، فقط جربوه بهذه الكيفيه اللي اقترحت عليكم، وان شاء الله نتاكد بانه غيعجبكم باذن الله. اقتنيت بالصلصه الحاره المخلله باش كنغنيو الطبق اكثر واكثر، باش نهضموه باذن الله. كما كشفتوا حضرنا فاكهه يعني العنب المجففه اللي حاضره مع الخضر بدون اللحم، هذا اجباري، وان شاء الله في حلقات مقبله باذن الله غنشرحوا بالتفصيل علاش ما خصناش نحضروا فواكه مع اللحوم، باش نحترموا مبدا التجانس ديال الاغذيه، مبدا الهضم، لان كل ماده عندها نوعيه ديال الهضم ديالها باذن الله. شكركم على المتابعه، والى الملتقى في حلقه قادمه باذن الله. ما تنساوا شعارنا دائما مع التغيير دائما نعيش طبيعيا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.